ملح وفلفل، هدول اغراض كتار. من وين بتجيب؟ سكينة، سكينة. لكني اجيت استاذ. ليش طفيتي لي المكيف؟ سكينة، انا كم مرة حكيت معك ونبهتك انه ما تطفي له المكيف اللي بغرفته؟ شو ما صار؟ انا كنت عم نظف الغرفة، ولانه البيت ما كان موجود طفيته. كان او ما كان، ما بتطفي المكيف ابدا. ابني ما بيتحمل الشوب بالمرة. انا غلطت يا بيك، سامحني، ما بقى عيده. روحي هلا. خلص حبيبي، لا تنزعج من هالموضوع. شوف شو جبت لك معي. مشان شو هاد؟ الشهر الجاي عيد ميلادك، ووصيت لك على هذا الموبايل من أمريكا خصيصاً إلك. على فكرة اليوم الصبح وصيت على واحد. شو؟ يسلموا إيديك أمي. تكرم عينك، لكان صار عندك اثنين منه. لوين رايح؟ ما بدك تتغدى؟ كتير نحسن، خليني نام شوي وبعدين بتغدى.